للمزيد معنا في استوديو وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital. وائل، أهلا وسهلا بك. وائل، دعنا نبدأ مع النفط. النفط كان سجل في الفصل الثالث قفزة كبيرة لم نسجلها منذ أعوام بسبب ربما بعض العراقيل في الإمدادات، من أحد العوامل اللي أثرت. هلأ عم نشوف في تباين في الأداء، وقت عم نشوف ارتفاعات ومخاوف من عودة الإنتاج من النفط الصخري، هذا الأمر يعود ويضغط مجددا على الأسعار. ما هي النظرة خاصة بعد تصريحات عم نسمعها الآن من وزير الطاقة السعودي يتحدث أنه أي زيادة في النفط الصخري في العام المقبل ممكن أن تستوعب، هناك استيعاب لهذه الزيادة في الأسواق، ما رأيك؟ نعم، هلا بالنسبه للنفط بالفعل كان هناك واضح اخذ عده عوامل اللي خلته يرتفع لهذه المستويات اللي كان عالق عند مستويات الخمسين او ما دون الخمسين في بدايه او منذ اشهر. كان هناك مؤشرات تقنيه ايضا، يعني حركه برنت بالنسبه على المدى الطويل وعلى المدى القصير على ال 200 يوم وال 50 يوم، راينا هناك كان قرب او تلاقي بين الخطين، تقنيا اخذ دعم بالنسبه للمضاربين. ايضا الفاندمنتال، يعني اذا عم نحكي او الاساسيات بالنسبه لسوق النفط، يعني اذا ما نظرنا الى بدايه العام، يعني بالنسبه كان للمخزونات بالنسبه لدول التعاون والتنميه الاقتصاديه OECD اللي كانت عند 340 مليون برميل، الان نحن فوق متوسط خمس سنوات عم نتكلم، الان نحن عند 190 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات، يعني في تحسن واضح جدا، وهذا طبعا من الطلب، زيادة الطلب اللي كانت طبعا تحسنت بشكل كبير بهذه الفترة. المعروض ما زال موجود في الأسواق أو تهدد التخمة، ما زالت تهدد، ولكن الطرف الثاني من المعادلة اللي هو الطلب تحسن بشكل ملحوظ. بالتالي لا حاجه مثلا لتمديد اتفاق اوبك الى ما بعد مارس. بالنسبه للتمديد على ما يبدو او حسب نظرتنا، انه الحديث عن التمديد بشكل مباشر او الحديث عنه هو نوع من انواع استراتيجيه الخروج منه، لانه الخروج بشكل مفاجئ يصدم الاسواق، فالنوع او الحديث عنه انه ممكن يكون في تمديد، وقد يكون هناك اتفاق انه على تمديده ولكن بنسب اقل او نسب التزام اقل. قد يكون هذه استراتيجيه انه للخروج شيئا فشيئا، لانه مع عدم وجود استراتيجيه واضحه للخروج هذا عم يخوف الاسواق وعم يخليها دائما تنظر للمستقبل بالنسبه لاسعار النفط بنظره سلبيه. وائل، دعنا ننتقل الى العملات وتحديدا اليورو، كيف يجب ان نتعامل مع العمله الاوروبيه في ظل يعني تصاعد في الازمه الاسبانيه؟ هلا كاتالونيا مستعده لاعلان الاستقلال يوم الاثنين، واكيد اسبانيا رافضه لهذا الموضوع. هلا لليورو على المدى القصير، خلينا نقول هاي الازمه السياسيه او الاستفتاءات اللي كانت عم تاثر على اليورو بشكل يعني على المدى القصير والمتوسط، هي رح تضغط عليه بشكل مباشر، يعني اقليم كاتالونيا وثقله بالنسبه لاسبانيا واقتصاد الاسباني اللي ما لبس الاقتصاد الاسباني انه تحسن واعطى شوي مؤشر لمنطقه اليورو انه بدا يتحسن. الان في هناك يعني نظره سلبيه بالنسبه للاقتصاد الاسباني. طبعا هناك عده ارقام تشير ايضا ان اقليم كاتالونيا هو اقليم غني وانه قد يؤثر على المنطقه الاوروبيه، ولكن بالنسبة لليورو أنا أرى أنه الأساسيات تدعم اليورو على المدى الطويل، المتوسط والطويل خلينا نقول، يعني بالنسبة لما نوه عنه دراغي وخوفه من قوة اليورو، يعني هي نابعة من خوف بالفعل من قوة الأساسيات الأوروبية اللي هي ممكن تدعم اليورو، واللي بدأت المستثمرين بدأوا يشوفوها ويلمسوها أنه بدأ الأساسيات هي تكون مستدامة. ماذا تراقب اليوم بمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي؟ يعني ربما هو 26 اكتوبر هو اللي عم نراقبه اكثر شيء، الان هو النظره او تثبيت النظره بالنسبه للارقام اللي بدات السوق يستوعبها كانه ارقام بالفعل بدات نشهد تحسن، واللي ترجمه دراغي او ترجمه الاوروبي برفع توقعاته للنمو في 2017 من 1.9 ل 2.2. وأيضا مستويات التضخم بدأت نشهد فيها تحسن أو استدامة على أقل تقدير. أرقام اقتصادية جدا قوية مؤخرا من الولايات المتحدة. نعم. هل نتوقع مفاجآت إيجابية برأيكم من النون فارم بيرولز يوم الجمعة؟ يعني حقيقة حتى الأرقام اللي كانت مبارح بالنسبة للوظائف بالنسبة للقطاع الخاص أيضا كانت يعني فاقت التوقعات بقليل،
مع العلم انه كان هناك في توقعات انه الاعصار هارفي وايرما يؤثروا على هذا الرقم، ربما نعم نشهد بالنسبة للبيانات، ولكن الأهم هو مستويات الأجور. صحيح. أوكي، وأيضا معدل المشاركة. نعم، هدول الرقمين لازم ننظر لهم بشكل دقيق. وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital، شكرا جزيلا لك.